باب الخشوع. شوف الأول تعرف يعني إيه الخشوع من القرآن، وترى الأرض خاشعة، مش كده؟ وفي قال لك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى الخشوع هو الهمود، هو الانكسار والهمود. يبقى الخشوع لابد أن تكون النفس ليست عندها نشوة إيه؟ الانتصار ونشوة الوجود والفرح، بل عندها انكسار وخمود. فإذا خمدت نزلت عليها أمطار الهداية فنبتت فيها أشجار الهداية، زي الأرض بالظبط، كلما خضعت وخشعت الأرض استقبلت الماء فأنبت الكلأ الكثير، مش كده؟ كذلك القلب إذا خشع يكون صالح لاستقبال أمطار الهداية فتنبت فيها أشجار الطاعات والمعارف، فهمت؟ فلابد أن تخشع لينبت فيك المعاني الصالحة. فالخشوع هو عبارة عن انكسار في النفس مصحوب بخوف أو محبة. شوف كل الحاجات دي متعلقة بالخوف الأولاني. احنا اتكلمنا في الإشفاق، قلنا خوف وحذر ورحمة. الخشوع انكسار مع خوف ومحبة، فهمت بقى؟ درجة تانية. عارف انت مظهر الخشوع في ابواب الاخلاق؟ ما في ابواب اسمها ابواب الاخلاق، هننتقل منها، احنا لسه في ابواب ايه؟ البدايات. يعني هننتقل بعد كده ابواب المعاملات وابواب كثيرة تانية، هنيجي في ابواب الاخلاق تجد ان الخشوع يثمر في الاخلاق التواضع، فهمت بقى؟ يعني لما نيجي نتكلم في ابواب الاخلاق هنتكلم على باب التواضع، لا تواضع لمن لا يخشع، فلابد انك تمر بالخشوع اولا حتى تتواضع، لان التواضع انكسار والخشوع انكسار، فهمت بقى؟ فالتواضع مظهر وثمرة الخشوع، فهمت؟ كأن الشيخ في الاول بيزرع عشان تنبت الاخلاق الحميدة بعد كده. يعني كل دي نباتات وبذور في القلب لما تنمو تخرج بعد كده في ايه؟ في ابواب الاخلاق ثمرات. والنبي يقول اقربكم مني مجلسا ايه؟ احسنكم اخلاقا. يبقى انكسار في النفس مصحوب بخوف او محبة او الاثنين مع بعض. خائف من الله، محب لله، منكسر لله، فهمت بقى؟ هتبقى كده خاشع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في ايه؟ صلاتهم ايه؟ خاشعون. يبقى دي الخشوع اهو. لابد انك انت تعرف ان الخشوع ده لابد ان تتحقق به حتى تحصل على الفلاح. ولا تصل للخشوع الا ان تعرض عن اللغو. القرآن قايل كده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. يعني ربنا بين لك المقامات اهو، بس انت قاعد تقرا ومش واخد بالك. لا، خد بالك بقى، اقرا وخد بالك وحول هذه الايات الى برنامج عمل، مش كده وبس. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يخرج من الخشوع، وإذا خرج من الخشوع خرج من الفلاح، فهمت؟ يبقى ما تقعد تبص وتبحلق للمحارم وهي لا تحل لك، خرجت من هذه الأبواب كلها وانطردت إلى أبواب المطرودين. عشان كده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولا فعليه بالفرجة والبحلقة
شفت بقى؟ عشان النبي عايزك تبقى من الخاشعين، لأن النبي جه بيقول لك حي على الفلاح، والقرآن يقول لك قد أفلح المؤمنون الذين هم، وعشان تخشع تبقى عن اللغو معرض وتؤدي الزكاة، وعشان تؤدي الزكاة لابد أن تحرص على الرزق الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وبعدين تبعد عن الشهوات غير المباحة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعتدي المتعدي، والله لا يحب المعتدين. فهمت؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لازم تراعي الأمانة، وأول أمانة هي جوارحك التي أعطاك الله إياها، فلا تستعملها في معصيته. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، عهد ألست بربكم؟ قلت بلى، وفي بهذا العهد، ولا تتخذ نفسك ربا من دون الله، ولا شهواتك من دون الله. فهمت؟ توفي بالعهد الأول، يوم ألست بربكم. أولئك إيه؟ هم الوارثون. إذا ورثت هذه الأخلاق ورثت بعد ذلك الجنة، جنة المعارف قبل جنة الزخارف. فهمت؟ يبقى الخشوع جاي في القرآن اهو. لأحسن يقول لك التصوف أصله ما وردش في الإسلام، في ناس بتقول كده حاجة غريبة، ما قروش القرآن؟